أنا من خارج هذه البلاد، يقول أنا من خارج هذه البلاد وفي مدينتي تأكدت عن طريق برنامج تحديد القبلة أن قبلة المسجد تنحرف بمقدار 15 أو 20 درجة عن القبلة الصحيحة، وأبلغت المسؤولين ولم يلتفتوا لذلك، فهل أصلي؟ فأنا أصلي يقول حاليا مع الإمام. لا تشدد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، الانحراف اليسير ما لم تكن الكعبة خلف ظهرك أو إلى جنبك ما يضر هذا. نعم.